عفوا سيدي. الو، بيجوا. الكل ياخدوا محلاتهم، جايين. حاضر سيدي. اتصل لي بصاصة واعطيني التليفون. اطلع عنه، اطلع عنه. تحملي بنتي، تحملي تحملي، رح نوصل. يلا بنتي يلا، تحملي شوي. الله يحميك يا عمري. يا ربي دخيلك، يا رب ما تولد على الطريق وإلا البنت بتنزل وبتقوصني فورا. يا رب. شايفين هدوليك الشجرات؟ اسكندر عامل الكمين وراه. انتبهوا، ما بدنا حدا يموت. عبد الحي، شايف هداك المحل؟ ايه شايفه. انت من هنيك ما بتتحرك، اذا حاول حدا يجي من ورانا بتكون انت المسؤول عن حمايتنا. معلم خليني روح معكم انا كمان. انت بس عملي اللي بقلك عليه. ماشي معلم. بلشوا بإطلاق النار، خليهم يشوفوا محلنا، لما بيجي صاصة منطوقهم سوا. مفهوم سيدي. ياخد روحك يا زازا، إذا هو ما أخذها أنا اللي بدي أخذها. تعال معي. شوف يا عمران معلم، بدي البشارة، مرت أخي بغرفة الولادة، ذهب جاي على الطريق. هالحكي أكيد معلم؟ والله جاي. وين أنت برا؟ انت بدك تجي معلم مراد؟ بس ان ولدت البنت خبرني. امرك، ولما تخلص شغلي بيجي. السلامة معلم. صار شي معلم؟ ما صار، بس رح يصير. شو رح يصير؟ رح صير اب.
مانو هون معلم. مو هون معلم. أخي كميماتي. عابد. اقتلوا فورا. صار لك شيء معلم؟ اسكندر هرب. يا روح امي. بجيب لك ياها بعدين، انت ارتاحي هلا. هلأ جاي عالطريق، لا تخاف. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. الله لا يستنوا على نار حتى يشوفوها. ما بدك تورجيها لعمامة؟ شكرا كتير إليك، شكرا على السعادة اللي عايشتيني فيها أنا وعائلتي. وأنا بشكرك كمان، أنت قدمت لي أحلى هدية، أنت خليتني صير أم. أول سلاح للأميرة رهف حيكون مني. سلاح شو لعمران؟ طبعاً مين بيقبل إنه كنتوا تدور حاملة سلاح؟ سكوت ولا إذا سمع المعلم ببهدلنا كلنا. شو يعني معلم؟ ما عم يخطر على بالك تخطب له لابنك لو باللفلوفة؟ علي ميماتي ورهف إخوة يا فهمان، والإخوة ما بينكتب كتابهم. معناتها عقبال اللي رح ينكتب كتابهم، مو هيك؟ شكرا لك كتير تركي بيك. العفو اخي حسني. لا تعكروا لي فرحتي. دخيلك انت ما تتعكر، بس نحن معلش. <تصفيق
كنت أخوكم بتبوس إيدكم. معلم تشبه رهف كتير. عمران الباب مفتوح. فهمت غلط معلم، عم قول بنت أخونا رهف بتشبه مرت أخونا إبرو. شكرا كتير إليك. العفو، هذا واجبنا. ما شاء الله. إن شاء الله ألف مبروك معلم. شكرا. الله يبعث لها أيام. تسلم. مبروك معلم. يبارك فيك. تربى بعزك. تسلم. دكتورة أنا باخذها عنك. ماشي مرت عمي. يلا يا مرة. ارتاحي يا بنتي. دربة بعزة. بدي بسلم شوي. ارتاحي. الله شو حلوة، عذبت حالك. بتلبسيها لبنتنا وقت بتتجوز. والله زعلت كتير. هالطفلة رح تتربى وأبوها وأمها منفصلين. لا تزعلي جولدانتي الحلوة، أي قلب متحجر ما لينه الحب، ما بده يلين قلب الست إبرو والمعلم مراد. ميماتي من حجر. إذا هو حجر أنا مي، مين اللي بيخرق الحجر؟ بدي أضرب على الحجر، أضرب لحتى أفرطه وساوي رمل وطيره بالهوى. إمتى؟ كل واحد من جيلنا صار عنده ولدين وثلاثة، أنا عمري رح يتجاوز هاي الشغلة. ظاهر ما بقى رح يجيني ولاد. لا تشغلي بالك ابدا يا جولدانتي، بدنا نجيب 5 ولاد مو 3. هاي مو شغله شخصيه، قضيه دوله. دخيلك، كانك انقذتني وانقذتنا، وما بقى غير الدوله سيد حسني. الليله بدي اخطفك يا جولدانتي، عملت الخطه كلها. شو انت مجنون؟ نهرب ومنروح من هون؟ أولاً أنا مجنون، ثانياً ما بقبل هاي غير منك، ثالثاً خطف البنت له أصول وقواعد، أنا ما بخلي حدا يحكي علي. النجدة.
أمر خالي. هذا اللي إجا اسكندر بيك؟ أيوة خالي. خالي الشباب عم يقولوا اسكندر عامل مثل نار المدفعية وما بيعرفوه من شو جاني جنانه كل هالقد. لك لو كان جمر ما بيحرق غير حاله، شو مفكرني أنا بدي خاف من مدفع؟ إذا كان نار مدفعية ليش ما حرق المحل هون؟ خالي في هي الدكتورة، دكتورة مرت مراد، قال جيبوا ابنها فورا وحطوه بالسيارة. عمل أم أغراضه معناتها. ها وينك انت ولك زازا؟ والله يعني هاي المرة تبعك ما كانت تعرف تروح؟ تعالوا نشوف شغلنا. شو عملت؟ قوصت ميماتي؟ مينك انت لحتى تتمسخر علي؟ مين انا؟ شرف زازا اوغلو. شوف اسكندر بيك، انا فتحت لك حضني بسبب ماضيك، وقفت جنبك بيومك الصعب. انت شو عملت؟ بعتني بيومي الصعب لبنت منظمة كلها على بعضها ما بتسوى قرشين يوم الغلا. وبدل ما ترجع وتشرح لي حضرتك وتقلي هيك صار يا زازا، بتقوم بتقلي مينك انت؟ انت روح احكي لغة المافيا هاي لأولاد المشردين بالشوارع. لولاي انا كنت راح اضلك متختخ بالحبوس لحتى تموت. يعني حضرتك ما بتعرف اني نمت 10 سنين بالسجن؟ نمت مثل البكوات والبشوات، كان ممكن تنام بالقبر بدل السجن. شو كأنك عم تخوفني بالموت والقبر؟ انت عن جد ما بتعرفني؟ استنى لأكتب لك اسمي وكنتي بشي محل وانت اقراهم كل شوي لتحفظهم. مو هن اللي كتبوا اسمي بالهوية شرف يا اسكندر بيك؟ أنا اللي كتبت اسمي شرف بدمي وعرقي. لسه ما بدي أحكي لك عن زازا. أنت ما بتصير رجال، كل هذا الوقت اللي عم تستنى فيه فرصة لحتى تصير رجال. أنا اليوم اقتنعت 100% بحياتك ما راح تصير رجال. أنت مالك سجاني ولا هون قووش، ليش ما عم تفهم أنت؟ ها أصلاً أنت ما عم تفهم شيء أبداً. إذا أنا كنت موجود فوق راسك بتكون شي محرز، وبلاي أنت ولا شي. أنا ما بقى أحبك، يكون بعلمك. ها رجالهم بكل محل حالياً، مستحيل أعمل شيء. أنا بدي أسمع صوته لابني. دكتورة المعلم مراد بدو ياكي. خير ليش؟ أنا مالي مشرفة على الطابق التحتاني، عنا اختصاصيين كويسين. ما بعرف، امشي معي. انت جنيتوا لك حسني بسبب اسكندر؟ رجالنا موزعين بكل محل. مثل ما عم بتقول شريك، الرجال رجالنا. رح اخذ جولدانتي واطلع. طيب وميماتي؟ ما رح يحس بشي، لما بيحس انتو بتحكوا معه. بهداك الوقت بكون انا ومرتي بالطريق،
وبس هديت أعصابه بتخبروني مشان نرجع بالخبر السعيد. يا حسني، ما دخلت بعقلي أبدا هالشغلة. لك يا سيدي، مو وقت العقل، نحن هاي بنعرفها أكتر الكل، هلأ وقت نسمع صوت القلب وبس. تركي بيك إن شاء الله مفكرني ما شفت نظرات دكتورة التوليد الحزينة إلك. عم تحكي جد؟ إذا قلت لا بتروح. اتطلع عنده ولد جاهز، ما في لزوم لتعزبوا حالكم فيه. شو رأيك نعمل العرسين مع بعض؟ ولك أنا ليش ما عم نشوف أبعد من إنفي؟ لأنك متكبر حبيبي، متكبر. أنف حضرتك ولا تواخذني، يعني مرفوع أكتر من اللازم. تفضلي ارتاحي إذا بتسمعي. حبيت أشكرك مرة تانية على كل شيء. إبرو طلبت مني هيك، في أي طلب خاص بدك تطلبيه؟ مثل شو؟ أي شيء بقدر أعمل لك إياه. لا شكرا كثير. إذا لزمك شيء بتقدري توصلي لي بأي وقت. شكرا كثير. سمعت إنه عندك ولد. إيه عندي. بوسي لي إياه من خدوده. سيدي شكراً كثير لأنك دعيت لي لعندك. أنا بعرف أنك عايش ظروف صعبة يا أونيصال، بفهم وبقدر هالشي تماماً. بصراحة رغم أنه خطر قتلك على يد الثنائي مراد علمدار وميماتي لسه ما راح، درت هاي الأزمة منيح. سيدي كلماتك هاي ريحتني كثير. أنا بصراحة كنت خايف كتير إنك تفهمني غلط. أنا ما بدي يكون واحد عم يلعب على الحبلين. أنت مضطر لهالشي فترة تانية ونصال. تعرف لولا ما تكون أنت شخصياً أنا ما بسمح بهاي الشغلة. بعرف سيدي، واسمح لي أتشكرك. وهلأ شلون بقدر بخدمك؟ الختيارية حابين يغيروا وثيقة السياسة القومية. سيدي هذا الموضوع بكل مرحلة بينسار وبيتقدم لإله. هاي مناورة تكتيكية للختيارية. أنا ما بعتقد أبداً إنها تتنفس. ليش؟ لأنهم لهلأ هن مو مسيطرين على البيروقراطية كلها. أقوياء، بس لا يعملوا هيك تغيير جذري بهيك مواضيع حساسة كتير. هنن بحاجة لقوتكم. عم يحاولوا يسرقوا مني قوتي، بس راح أدفعهم غالي. بدي منك تعرف لي هالموضوع شو تحديدا، تكتيك ولا حقيقة؟ وجرب حظك مع مراد علمدار، بالنتيجة رح تعرف من ردة فعله إذا كانوا الختيارية عم بيلعبوا لعبة ولا لا. أمركم سيدي. وين ماما؟ عند الشغل، بس تخلص بتجي. يلا
مين هاد؟ ابن صديقي. ليش عندك؟ ما جربت عيش مع الأولاد، قلت لجرب هالشي. ابن مين هذا اسكندر؟ أنا ما قلت لك ما تسأليني أسئلة عن شغلي. شو يمكن يكون شغلك بولد؟ أنا هيك شغلي مع الأولاد، مع النسوان، مع البنات. زازا ضايقك؟ ليش في حدا ما عم يضايقني؟ إذا أنا عم ضايقك لروح. هذا الحكي مو إليك، لا تتضايقي. كيف كان يومك؟ عادي. منيح. أبوكي شو عم يعمل؟ ما عم يروح على الشركة. ليش؟ عم بيقول ما بيدخل على محل صار فيه موت. ها؟ إذا بكتشف شي محل ما في موت يقلي عنه لشوف. اسأل مراد وميماتي عن محل ما في موت، هنن بيعرفوا أكتر من أبي. لا تغلطي أكتر من هيك يا إنجي، أنت عم تلعبي بدمك. بدري فنجانجي، ليش أنت ناكر كل هالقد؟ أنا مو ناكر سيدي. معناتها فهمني، ليش حضرتك بتشتغل مع الكل؟ ما علموك لما دخلت بهاي الشغلات؟ اللي بيشتغل مع أكتر من طرف عمره ما بيكون طويل بالعادة. أنا ما بشتغل لحدا، عم بشتغل إلكن وبس، وبحافظ على علاقة منيحة مع الكل لأخذ معلومات مهمة. بكفي، جمعت معلومات بتكفيك لتموت. بكفي. مثل ما بتأمر حضرتكم سيدي. إنجي تترقولو خانتنا وزتت التهمة عليك، حضرتك بتعرف هالشي؟ أنا سمعت هيك شي بس ما أخذت جد. إنجي بدها تخلي اسكندر يقتلك. أنتو إذا ما حبيتو ما حدا بيحسن يقتلني. طالما إنجي قريبة كل هالقد من إذنه لاسكندر ما عاد يسمع صوت حدا. أنا ببعد المدام إنجي من هنيك. إذا بتعطوني الإذن. حل القصة بشكل ما تظهر إنك وراها. ليش عم تلعبوا هيك لعبة؟ انتو اذا فعلا بدكن لا انجي ولا اسكندر بيقدروا يعملوا شي معي. انا ما عم بلعب لعبة، القدر هو اللي عم يلعب. انا عم واجهه بس لحتى تكون قوي لازم تعرف تسمح للاقوياء بس هن اللي يكسبوا. بتحدد مين الأقوى بين الكل وهذا اللي بيكسب.
جولدان جولدان، شو هاي طرشة؟ جولدان بنتك هي بنتي وأنا رح أتكفل فيها. منين تلبسني هالكابوس؟ شو عم تعملي هون أختي؟ كنت عم حضر حالي أخي. تحضير لشو؟ أخي أنا شفت من عم مزعج، قال صار زلزال وأنا حضرت حالي حتى إذا صار. الوحدة بتفيقنا إلنا كمان، أنت بتهربي من الزلزال ونحن منموت؟ يمكن ما يتحقق الحلم، ليش لحتى فيقك على الفاضي؟ روحي نامي هلا اختي، لا توتري لي اعصابي. تعمل هون ولك سيد نباتي؟ عفوا سيد مماتي، انا بمشي بنومي، شوف كيف انا نايم منيح. معناتها روح امشي لك شوي. خير؟ شوفي انكسر مماتي حجر. حسني بيك، سيد حسني، شو صار؟ ليش انت على الارض؟ رح نضطر نسكن ببيت ماله درج، رجلي انكسرت فداكي، رجلي التانية شغالة. يا الله. اخي انت ما عندك رحمة ابدا؟ جولدان، صار الزلزال اللي قلتي عنه، الحمد لله ما حدا مات، بس في مجنون رمى حاله من الشباك لتحت، هذا كل شيء. سلامتك. تابع إعادة تنظيمكن، بتمنى لكم النجاح، كل حركة جديدة تحتاج
لدعم مالي كتير كبير، وأنا رح حاول أدعمكن على قد ما بحسن. أنا وشعبي رح نكون ممنونين منك، ولا تنسى بالنتيجة أنت واحد كسبان كتير من ظهر شعبنا، ولولا العلاقات الكويسة مع شمال العراق كنت دفعت ثمن هالشي غالي، بس أصدقائك هلأ منعتبرهم كبارنا حاليا. أنا هون مو لأحكي سياسة، لأعمل شغل. أنا بدي منكم شغلة صغيرة، وأنا جاهز أدفع الثمن. مين بدك تقتل؟ إنجي تتر أوغلو. هاي شغلة مو سهلة. اللي ذكرت اسمها هي رقم واحد بالإعلام التركي. الشغلة كبيرة، أجرتها كبيرة. هلأ بدكن تعملوها ولا ما بدكن؟ شو؟ إذا أنتم ما بدكن أنا بلاقي حدا يعملها. هذا القرار ما فيني أخده لحالي، لازم أسأل. سألي مين ما بدك، بس هذا الموضوع لا بيسمع فيه اسكندر، وكمان ما بيسمع فيه داود تتر أوغلو. حسب ما سمعت عندك موعد مع إنجي تتر أوغلو. إذا أنت قبلتي عرضي بدي منكن أنه تنفذوا هالعملية بعد اللقاء مباشرة. خالي كأنه طالعين من تحت خرابة، ما هيك؟ خالي الدولة مو عندها بنايات متصدعة؟ اسكندر بيك تصدع مثلهم، على وشك انه يوقع فوق راسنا. خلينا نطلع من تحتها ونخلص، لأنه ما حدا رح يلبي نجدتنا. أمر خالي. نجدت جيب عسل حتى خالي حلي تمه. ما بدي، إذا باكل خلية بحالة ما راح يحلى تمي. ليش خالي؟ يعني قبل ما ننتقم من ميماتي باش تخاصمنا مع اسكندر بيك. هاي شغلة وهي شغلة خالي. كيف يعني؟ هلا عدو عدوي شو بيكون؟ بيكون صديقة. مين عدو اسكندر؟ علم دار صديقنا شي هو عدونا. ومين عدو علم دار؟ اسكندر صديقنا. خالي ليش هيك فوتت القصص ببعضها؟ شلون لكان؟ انت حط اللي بيحبوك على طرف، مثل فصل الموظفين، اللي بيحبوك بتحطن على طرف لحال، واللي بيكرهوك بتحطن على طرف تاني. يا خال عم تقول انجلترا، ما هيك جوهر؟ لا انا ما قلت، بس قلي انت شو قصدك؟ هذا اللي عم تقوله انت يا جوهر بتعمله الملكة. اوه هالزلمة ابنها منحوس كتير. ها قال صار له 65 سنة عم يستنى لحتى يصير ملك. ايه الله يصلحها لامه، المسكين رح يموت ويروح. المرأة ما بتقول لانسحب وارتاح واتقاعد من هالشغلة وقبض معاش كل 3 شهور، وليش هي عم تقطع بنصيب ابنها هيك؟ يعني شو رأيك جوهر؟ ها؟ كأنه لما بيقعد هو على العرش بتنصلح أمورنا؟ لا خالي أنا عم بحكي هالحكي من عندي. أ
أنا مشكلتي مع ميماتي، بس قاعد ميماتي بالمرات وقت عمل اللي بدك تعمله. جوهر دق لي رقم اسكندر واعطيني على شوف. خالي كنت عم قلك خرابة وطلعنا منها بالزور. اسكندر بيك ما عم يرد، معناتها ما بقى بيحبنا. خالي إذا اتصلت بمراد كمان ما رح يرد. هاي ما بتصير هيك، أنت ما تعلمت شي من الإنجليز ها؟ كلامك خرطبيطة. لك كيف ما حسنا نروح نعزي ممدوح آغا؟ قتلوا ابن أخته اللي مثل الجبل.